كلها يطلع لينا. ما حاش غيطلعوا لينا بزاف الناس. بصاب ما يقطعوش لينا اللايف. ما شاء الله ما شاء الله. السلام. نتسناو الحباب حتى يطلعوا. اعملوا لينا لايك الله يخليكم، لايك باش ما يضربوش لينا على اللايف، لايك جزاكم الله خيرا. لايك الله يخليكم، لايك. واحد الموضوع جيت بغيت نتكلم فيه، غادي ينفعكم اكيد. كنتمنى كنتمنى تعملوا البارطاج لاصدقائكم وصديقاتكم. نصائح حليمة عاملة البت، ما تنساوناش باللايك الله يخليكم. عندنا 40 واحد تقريبا وعندنا 9 ديال لي لايك. لي لايك جزاكم الله خيرا، لي لايك لي لايك لي لايك. انا واقيلا من هنا لواحد 4 سنين ما غنبقى نشوف والو. لي لايك الله يخليكم، لي لايك. موضوع مهم 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 جدا. كنتمنى كنتمنى تعملوا لينا لي لايك. لايك الله يخليكم باش ما يقطعوش لينا البت. اهلا اهلا بحبايبنا المصريين، اهلا وسهلا. تحية مصر، اهلا بكم. اهلا بكم، نورتونا والله العظيم، نورتوا القناة. الله يخليكم، لايك لايك جزاكم الله خيرا. نبدأ الموضوع، نبدأ الموضوع ولو شي داخل وشي خارج، ما بقى لينا والو. نبداو الموضوع، كل ما كانش مهم ما نعملش عليها لايف، ولكن موضوع مهم جدا. جزاكم الله خيرا، لايك 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 باش ما يقطعوش لينا البت. باش ما يقطعوش لينا البت، لايك. الصوت والصورة واش واضحين، والصوت واش مسموع؟ عملوا لي اوكي. بارك الله فيكم، ميرسي ميرسي بوكو، شكرا شكرا. نبداو الموضوع. ما عندنا من قال لك اللي هرستي ستيه فوالا. نبداو الموضوع، نتسنى بغي يطلع واحد شويه وغادي نبداو الموضوع ان شاء الله. غادي نبداو الموضوع اللي هو كيهم كسسوا الرجال ولا النساء. يعني قصة اللي هي وقعت ليا، وغادي تشوفوا بين ما حتى لاش من درجة الإنسان يمكن ليه يوصل. وهاد اللايف غادي نخليه، ما غاديش نمحيه إن شاء الله، باش الناس يشوفوه ويستافدوا منه.
نبدا لكم على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنشكركم بزاف على التضامن في القناة ديالي. كنشكركم لا اللي كيخلي التعاليق سلبية ولا اللي كيخلي التعاليق إيجابية. كنشكركم وكنقولوا لكم عواشركم مبروكة. فهذا اللايف اللي أنا عملته اللي شجعتني وهي الأخت رادية، القناة ديال رادية، حطات واحد الفيديو على الصحبات والصديقات، وكذلك الرجال اللي معانا تهما يكونوا عندهم صحابهم وأصدقائهم اللي ما كتكونش عارفة أشنو في راسها. أنا ما عنديش صاحبة وما عمرها تكون عندي، وكنقولها في القناة ديالي دايما، كنقول أنا ما عندي صاحبة وما تكونش ما عمرها تكون عندي. كاين واحد الفرق ما بين صديقتي إلا احتاجيت كنلقاك وإلا احتاجيتيني تلقيني. هذه هي هادشي اللي كان زمان. دابا ولا بنادم اللي هاد لا فيديو غادي نسميها صحبة بزز. غادي نحكي لكم شنو وقع ليا. الاسبوع اللي فات، وقيل الاسبوع اللي فات ولا اسبوع ونص، هادي انا ما كنبقاش عاقله. تقريبا مده 3 ديال الاسابيع وانا كنكون جايه من الخدمه ديالي، كنلقى السيده كتسكن حدايا، جالسه ليا في واحد البلاصه كيجلسوا فيها الناس وكتشوف فيا. انا نهار الاول نهار اللي جات وجلست ليا في ديك البلاصه العام اللي فات في نفس الوقيته في الصيف، جات جلست ليا في ديك البلاصه. انا يعني ملي كيقولوا لي الناس واش انتي نصائح حليمه، بيان سور كنجلس مع الناس وكنسلم عليهم وكنعطيهم، ولو نكون مزعوبه كنوقف وكنعطي للناس وقتها، كنرحب بالناس. هذه الهدف ديالها كان هدف ثاني، وهو كانت ناويه تدخل عندي للدار ديالي نشربوا القهوه ونشربوا اتاي. قلت لكم عملوا لينا لايك باش ما يضربوش لينا القناه، باش نبقى مركزه معاكم في اشنو وقع ليا. السيده جالسه ليا في داك الفوتوي، سلمت قالت لي واش انت هي نصائح حليمه، قلت لها ايه. اللي جاني غريب وهو الناس اللي كيجلسوا في دوك البلاصه كيعرفوني. شفتها هي جالسه بوحدها والناس جالسين بوحدهم. مرحبا بماما مريم، مرحبا بك. شفتها هي جالسة بوحدها والناس جالسين بوحدهم. يعني ما ديت ما جبت، ما قلتش علاش ما مجموعاش مع العيالات، يعني مسلمين كانوا مجموعين تمايا، عيالات عربيات اللي بالحجاب ولا اللي كيف كنقولوا كتقولوا علينا متبرجات، ولا كلشي كانوا مجموعين بوحدهم وهي كانت بوحدها. سلمت عليها باش غادي نعرف بلي السيده باغا تمشي معايا بعيد. قلت ليها بسلامة عليك، انا غادي نمشي دابا ندخل الدار ديالي، يلا غادي نطيب عشاتي. هادشي كنعاود لكم العام اللي فات في نفس في هاد الوقيته اللي انا كنتكلم معاكم فيها. جات معايا في الطريق وكتقول ليا فين كتسكن بنتك، فين كيسكن ولدك. يعني تحرجت واحد الوقيته، بدا كيطلع ليا الدم، واش انت باغياني انا ولا باغيه ولادي ولا ما نكذبش عليكم. قلبت ليها كل شيء، قلت ليها بنتي الا كانت ساكنه هنا، قلت لها بنتي ساكنه هنا، قلت لها ولدي ساكن هنايا. بغات تعرفني انا الموبيل ديالي فين كاين. انا عرفتها من دوك العيالات اللي تجي عندك تشرب عندك قهوه واتاي وتبركي تدقي معاها الناب في الناس، تبداو تهضروا في الناس. انا ما عنديش الوقت النفسي عاد باش نتكلم في الناس. هي ما خداماش، كتعيش على حساب دوك اللي خدامين، وزبلاتها وكحلاتها مع الله سبحانه وتعالى.
غدا قدام يوم القيامه هي اللي غادا تتعلق ماشي انايا. غير اللي بغيت نقول ليها وهو لايك، الله يخليكم لايك، جزاكم الله خير لايك باش ما يقطعوش علينا البت. اللي بغيت نقول ليها وهو ملي تلقات ليا هاد العام وليت انا كنكون جايه من الخدمه ديالي، انا بلوكيت كتر من 70 واحد اللي بلوكيتو ملي جيت من المغرب العام اللي فات، بلوكيت كتر من 70 واحد ما عملوا ليا والو، ولكن ما عندي ما نعمل بيهم، بلوكيتهم وعملت فيديو قلت لهم راني بلوكيت الناس اللي يعني داخله عندي في الواتساب ديالي بلوكيتهم، ولكن راه ما عملتو ليا والو. هي كانت وحده منهم. هاد العام وكذلك نفس البلاصه نفس الجلسه، كتطلع فيا تتهبط فيا، انا ما عنديش مع الصحابات، ما عنديش مع وحده تدخل الدار ديالي وتجلس فيها وتشربي عندي قهوه ونشرب عندك اتاي فاش غادي نهضروا، غادي نشدوا التصبيح غنبداو نصبحوا، لا ولا بدا. ديك الجماعه تيقوا بيا تيقوا بيا، جوج ديال الناس اللي تلقاو ولا ثلاثه واخا يكون التصبيح في يدهم غادي يحطوه وغادي يبداو يهضروا في الناس على ود الشيطان ثالثهم، هما جوج والشيطان ثالثهم. ساعه هاد الزمان اللي حنا فيه ولا الشيطان كيتعلم منهم، ما بقاش الشيطان نعلي الشيطان ولا خزي الشيطان ولا لا لا، الشيطان ولا طالع فوق السطح وتخلع وكيتعلم منهم. انا جايه من الخدمه ديالتي يعني ترونكيل، ما نهضرش، كنشوفها جالسه في داك الكرسي، والمره الجايه غادي نعطي سميتها وكنيتها وشكون هي يا لو كان على ود ولدي حل. قلت لكم ولدي حلفني بالله قال لي لو كان ما تقوليش ليا شكون هاد السيده اللي تعرضت ليك، وانتي انا واحد الانسانه ما كان اولا ما كبرتش في المغرب، ثانيا ما كان انا 38 سنه في لا فرانس. الله يخليكم عملوا لينا لايك 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 باش ما يضربوش ليا البت، الله يخليكم لايك. انا واحد الانسانه دوزت الطفوله ديالتي كلها في ليطالي، يعني كنتي مع الاب ديالي مع عائلتي في ليطالي، ما عشتش في المغرب بزاف، يعني ما عنديش مع داك الحتيت مع داك، ولكن راه كل كيجبدوا فعلو. قالوا لي اختها الله يعمرها دار، اختها الله يعمرها دار، ولكن هي يا غادي نكون معكم صريحه، دقيتها هنايا الصلاة عنبي دقيتها هنايا، غير جيت نعاود لكم باش ما تطيحوش في نفس الحفره اللي طحت فيها انايا. جات معايا حتى الباب الموبل وبغات تقول لي اش من باب غادي تدخلي منه، انا فهمت من ما السيده باغا تجمع باغا تجلس بغاتنا نقطعوا في عباد الله وندويو في عباد الله ونتكلموا في عباد الله. لايك لايك الله يخليكم باش ما يتقطعش لينا البت. انا عرفتها يعني قال لك عينك ميزان، كان غير هزيتها وحطيتها عرفت ما عندها ما يدها. اشنو عملات؟ انا جايه من الخدمه والله القسم الباترون ديالي قال لي داك النهار قال لي داك النهار ما عمرني ننساه، انا جايه من الخدمه وهي شافتني عارفه لي الوقيته ديالتي معاش كنجي حافظاها، شافتني وقالت لي اهلا حنان بانوراما مرحبا بك مرحبا بك. شافتني كتجلس لي في واحد البلاصه اللي كتعرفني معاش كنخرج من الخدمه ومعاش كنوصل ومعاش كندوز من ديك البلاصه. ملي انا ما عرفتش بما غادا تهضرني، انا ما عرفتش بما غادا. الله يخليكم اللايك 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 جزاكم الله خيرا اللايك باش ما يتقطعش لينا البت. اللايك راهم كيضربوا ليا في اللايف دابا. شوفوا عندي 92 واحد وعندي 47 لايك، الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. هاد القصه اللي غادي نعاود لكم غادي تفيقكم بزاف، شوفوا اش من خطه غادي تخطط ليا هاد السيده
واول مره كتوقع لي في حياتي، اول مره انا جايه من خدمتي. هي شنو هي وجدات حزمات شعرها ويعني لبسات على حساب المدابزه، السيده ملفه كدابز، وديك المدابزه اللي دابزات معايا وداك المعيار اللي خرجات من فمها عرفتها بما كداب يعني يوميا. انا مع الباترون ديالي جايه من الخدمه، وفي نفس الوقت مع الباترون ديالي. علاش؟ على الفاكونس. على الفاكونس، امتى غادي تخرجي فاكونس؟ امتى غادي تدخلي؟ على ود الباترون ديالي تبدل. زليق حبيبتي زليق، الباترون ديالي تبدل، يعني لقيتو بما هو مساعد نكتة في فاكونس ديالي. قال لي لا تمشي فاكونس. انا شاده التليفون، ما غاديش تخيلوها، انا شاده التليفون وشفتها هي جايه لعندي. ملي شفتها جايه لعندي سحب لي غدا تسلم عليا، وانا مع باتوني ويتحيد لي التليفون، حيدات لي لي زيكوتور من يديا وعطاتني بطاشه. الوغ نتوما شنو غادي تعملوا في ديك الوقيته؟ عملوا لينا اللايك الله يخليكم باش ما يتقطعش لينا بالبت. عطاتني بطاشه، ملي عطاتني بطاشه سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. وغادي نعمل عليها واحد الصدقه في المغرب، غادي نعمل عليها واحد الصدقه اللي غادي نفيلميها وغادي نقسمها معاكم، ماشي باش نبان عليكم ولا نقول لكم ها شنو عطيت، ولكن باش نقول لكم الله سبحانه وتعالى معايا، ومادام الله معايا انا مع العبد ديال الله. اللي كاينين وليدات ما معيدينش، عائله ما معيداش، ما عندهمش الماء، قاطعين عليهم الضو، يخليوا لي الرقم ديالهم في لا فيديو اللي انا خليتها اللي لابسه فيها الجلابه شيبيه. جات ملي شعلاتها معايا بالتصفيقه تعاودوا لي الناس، انا والله ما بقيت عاقله. شاده البورطابل على ود ما بغيتوش يتلاح ليا من يديا، وشاده ساكي، والله سبحانه وتعالى هي ما تديها في شعري. انا جات لي يدي، جيت انا ما نكذبش عليكم، جيت نشد ليها في شعرها، زلق ليا شعرها، غتجي ليا اليد ديالي غتجي ليا هنا في التريكو ديالها. هي جرات راسها هكذا، جبده لي جبده طراسها، التريكو بقى ليا في يديا. السيده حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا هاد العيالات، كتعدفوا رجال فينا. السيده ما لابساش السوتيامات، ملي تنصل ليا داكشي بقات عريانه كي ولداتها امها، وغير بيد وحدها. ما كيعاودوا ليا الناس اللي كانوا تمايا، واحد الولد قال لي انا ما عرفتكش انت لا مامو دواليد، قلت لي باش عرفتيني لا مامو دواليد؟ قال لي كتسبلك في ولدك. بيد وحده ما نكذبش عليكم فرستها وطاحت في الارض، وبقيت بلي باسكيت ديالي، كنت لابسه داك النهار لي باسكيت، بقيت عليها بلي باسكيت ديالي هاكي 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 هاكي. تجاو جوج ديال الرجال اللي جاو حيدوني من فوق منها، ومع ذلك لقيت راسي باقا شاده ساكي. ما شعرتش لقيت راسي باقا شاده ساكي، والبورطابل ديالي تلاح. مشى هذاك الولد اللي هو صاحب ولدي جاب لي البورطابل ديالي، خديت البورطابل ديالي عملته في ساكي. ملي حكيتها لولدي غير اليوم، غير اليوم اللي جيت حكيتها لولدي، وشفت واحد لا فيديو ديال راديا اللي هي كتسكن هنا في لا فرانس، القناه ديالها والله ما عرفتها، حطات فيديو على صحابات وحده سممات وحده في العرس ديالها، وهما صحابات انا ما كنت صاحبش. يعني ثقوا بيا، لو كان دوك جوج ديال الرجال ما شدونيش كنت انا وياه غادي نتلاحوا في الواد، كنت ناويه داك النهار يا قاتل يا مقتول. ملي كيجيك انسان هاجم عليك اون بلوس غداره، جيتيني على غفله، كنت حاطك هنايا، والله ما خصك الانعاش، الانعاش يحطوك فيه ويبقاو يقراو عليك
في السورات القرآنية باش تفيقي. كوك تعاملة بحسابك غادا تلقاي ليا، انا جايه من خدمتي كيف العاده. كيف اش نقول لكم، هاد البلاصه اللي ساكنه فيها انايا اعملوا لينا لايك، الله يخليكم، لايك لايك باش كيف تدخلوا تعملوا اللايك، كيف تدخلوا تعملوا اللايك باش ما يتقطعش لينا البت. الله يخليكم، راه كيعيطوا عليا باش كيقطعوا ليا البت. بارك الله فيكم، زيدونا لايك، جزاكم الله خيرا. حليمه منكم واليكم، واللي داخل عندي هنا القناة ديالي كندخل عنده اللايف ديالو، كندخل عنده البت ديالو. التعاليق اللي بالعربية ما كنقراهاش، التعاليق اللي اون فرونسي كنرد على الناس في البلاصة. وكيف قلت لكم يعني ديك التسوفاجيت ديال المغرب لقيتها في السيدة، والسيدة عريانة كيف ولداتها امها، وواحد السيده يعني افريكان حيدات. لايك لايك لايك، الله يخليكم، لايك لايك هكي البت لايك. هذيك السيده اللي هي افريكان حيدات داك الحمال اللي كانت محمله به ولدها، وعطاتو ليها غطاتها به. وما كنت عامله، كنت عامله كنت عامله بحال اللي دابا انا دابا عامله بحسابك. والله يا بنت الناس الا انا شديت ناس، شديتهم اللي ملي 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 حيدوهم ليا من يديا. ما تخيليش الناس كيقولوا لهم لا هاد السيده محاميين على اربعه ولا خمسه، كيقولوا لهم انسانه وحده اللي كانت معاها، اللي كانت مشاده معاها. دابا ملي عرفتك وحطيتك فكيف كنقولوا ماشي في لاجندا، حطيتك هنايا دابا بنت الناس، بغيت غير نقول لكم بين ما الصحبه بزز اعملوا لينا لايك، الله يخليكم، لايك جزاكم الله خيرا. لايك 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 لايك، الله يخليكم. لايك بارك الله فيكم، لايك. والله حتى فرحانه اللي طلعتوا معايا اليوم، والله القسم اللازم الا راني فرحانه وما عندي علاش نحلف لكم، فرحانه ملي طالعين معايا اليوم وكتصنتوا ليا، ولكن ما كتعملوش اللايك كيضربوا لينا في البت. ولكن نبقى حتى نكمل لكم الموضوع ديالي. دابا الانسان ملي كيبغي يجي يتصاحب معاك بزز، ويدخل لدارك بزز، ويعرف بنتك فين كتسكن، وولدك فين كيسكن، واش انتي مجوجه ولا مطلقه، واش انتي يايا. وفي نفس الوقت كنعرف انا اللي كتقول لك كيكون عندها خوها هنايا، ولا كيكون عندها جو سي با موا خو راجلها ولا شي حاجه وكتبغي تدبر عليه. هذه هي الطريقه اللي ولات دابا، فهمتوا؟ واول مره، اول مره شفتها هاد السيده طلبات مني تصويره، نتصور انا وياها، خداتها بالبورطابل ديالها. اللي قسما بالله الا ولدي اليوم عيرغب فيا، قال لي قولي لي غير شكون مشي، قال لي داك الباب نطيرو من بلاصتو، يخرج ليا راجل الا كان عندها، الا كان عندها راجل في ديك الدار ديالها يخرج ليا. قلت ليه والو، هاد السوق انت اللي ما تدخلوش. الصحبه ماشي بزز، اللي شتي اللي في هذا، اللي في هذاك داك الدم ديال الصحبه راه كتلقى الغطا ديالها. هذيك كتقول ليها في المثال راه شتها خارجه واحد الليله بالليل، الاخرى كتقول ليها ها ويلي انا شتها ثلاثه المرات. يعني هذيك الفاخر والاخرى كتصوتي عليه، كيتلاقاو. اما واحد الانسان بحالي انايا خدامه، عندي المشاريع ديولي، عندي حياتي الشخصيه، عندي الزوج ديالي، عندي البلاد كتجبد فيا، عندي الناس كيتسناو يعني فلوس اليوتيوب، قلتها وكنعاودها، قلتها وكنعاودها، ما كيدخلوش لجيبي فلوس اليوتيوب، ما كيدخلوش لجيبي. والله يخليكم، الله يخليكم. اللي هي حاله ضعيفه وعندها المنقطوع عليها ولا الضو ولا الحولي ديال العيد الكبير، تخلي لي الرقم ديالها ديال التليفون، وانايا غادي نحط لكم ان شاء الله يا اما الاثنين ولا الثلاث، غادي نحط لكم الرقم ديال التليفون في المغرب فين اتصلوا بيا. خاصني نمشي نشوف بعينيا ومشي جيلاتي يديوني، ونشوف الحاله ديال الناس اللي غادي نعاونهم ونسول عليهم بيان سور في الحومه على ود
الاخ حسن مولا رياض عاود حتى هو واحد لي ستوار اللي تصدمت، ما كنتش عارفاها، يعني ما كنتش عارفه هاد لا تكنيك حتى هي ولات جديده. اجتنبوا الصحابات، ما عندكم ما تعملوا بالصحبه ديال الناس، بالاخص بالاخص تيقوا بيا الناس اللي باينه عليها كتبغي تعرفك شنو عندك شكون انتي، تبقى تمشي عندك وتجي عندها وانتم كتقددوا في عباد الله وكتاكلوا في لحم عباد الله خضار. انا ما عنديش داكشي، وما عمرني تصاحبت باش نقولوا شي وحده قاصاتني، ما عمرني تصاحبت. انا كيعيطوا عليا عينين السبع، عينين لي زيو دو تيغر. علاش؟ على ود انايا غير كنشوف شي حاجه ماشي هي هذيك كنخرج عينيا. الصحبه ديال تبزز ما كايناش وما عمرها غتكون عندي. وعندكم عندكم عندكم تكوني عندك صاحبتك وتمشي تعاودي ليها على راجلك، وهي وكذلك تعاود لك على راجلها. راه غير جلستي معاها باش تمتحنيها، غير جلستي معاها وبدات كدوي لك في الناس، كيضربوا لينا في البيت. عملوني لايك الله يخليكم، نكمل معكم الموضوع، ما بقى لي والو. ملي تشوفيها كتعاود على راجلها ولا على عائلتها ولا على ولادها، اذا داك كيف عاودات ليك كتعاود عليك. هادشي راه عندنا في الدم، ما كاينش يكذب عليكم الكاذب. لهذا كنقول لكم جزاكم الله خيرا. انا ما كنعطيش، الله سبحانه وتعالى اللي كيعطي، انا غير مسخره. يعني الوفاه ديال الام ديالي والوفاه ديال الاب ديالي، وبالنسبه للزواج ديالي اللي انا عملته في المغرب، ولكن كاينين يعني العيد الكبير اللي غادي نفرحوا به، كاينين يعني ما نقولش لكم شحال، ولكن كاينين ثلاثة ولا أربعة ديال الديور اللي غادي نفرحوهم، يا إما بالحولي يا إما نخلصوا عليهم الماء والضو يا إما نخلصوا عليهم الكرا. ولكن ما طالبة حتى واحد يصيفط لي شي حاجة، هادشي كنقول لكم من مالي من فلوسي. لهذا هاد لا فيديو ديال الصحبة بزز، الصحبة ولات بالمدابزة، الصحبة ولات بصحة نتصاحب معاك. ما عرفتش واش كاينه عند الرجال، كنتمنى تخليو ليا في التعليق واش كاينه عند الرجال. ما كنظنش ما كنظنش، ولكن كاينين شي، حسبي الله ونعم الوكيل. حوته وحده كتخنز شواري، كاينين شي مغربيات اللي والله القسام الا خصي تمنع عليهم يدخلوا للمغرب، كيخرجوا من المغرب وكيوسخوا لينا بالسمعه ديالت بلادنا وديالت ارضنا وديال الوطن ديالنا وديال الملك ديالنا. شوفوا هاد السيده اشنو عملت معايا انايا، اذا علم الله شحال من ضحيه وضحيه دازت في يدها. لهذا كنقول بينما الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ، الى ما ولدي مشى بقى كيشمشم وكيقلب وكيشمشم على ود ولدي، توشيه في كل شيء، توشيه في كل شيء الا في امه. وغادي نقول لكم واحد الحاجه والله ما تصدقوني، البارح عيط عليا في 11 الليل، في 11 الليل قال لي يا ماما، كيعرف يقول هاد الكلمه زوينه، كيعرف يقولها، عافاك عاف الله يحفظك الله يحفظك ماما. قال لي بغيت نجي نبات عندك، قلت له ولدي 11 الليل هادي. قال لي يا ماما الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك بغيت نبات عندك. قلت له اجي تبات. جا دخل بيتو اللي هو بيتو، باقي مفرش باقي مصوب، دخل ليه جبت ليه لي زور عطيتهم ليه. اليوم في الصباح فطرنا مجموعين، فاق فرحان، وتا انايا فرحت على ود جا وجمع مع فواز، بقاو شحال هما كيهضروا. وعاد باش حكيت ليه الحكايه لولدي على ود فواز كان عارف، وحكيت الوالد الحكايه، قلت له هوقع ليا وهوقع ليا وهوقع ليا. قال ليا فين كتسكن؟ قلت له ما تدخلش انت لهاد السوق بتاتا. لهذا غادي نخليكم، كيضربوا ليا في البت، غادي نقول لكم بين ما عندكم عندكم من الصحاب والصحابات، وانا هادي دابا مسلحه ليها موجوده الوقت اللي لقاها في طريقي. البنات عذروني، البنات عذروني، كل واحد فيكم غادي يدافع على نفسه، وبالاخص بالاخص انسان يجي كيغدرك
انت يعني انا ملي السيده شتها وقفات وتمت جايه عندي يسحب ليا جايه تسلم عليا، تاخدي التصفيقه ونضاده، هادو راه عاودتهم هرست لي النضاده ديال عينيا، وكتشوف كنشوف المراه ملي ضربت ليها دقه بيد وحده ولات كتغوت وسكور وسكور، واش انت ما قداش على لالاك مولاتك، لالاتك ومولاتك، عماني ما دابست. كبرنا في ايطاليا مع الوالدين ومع الخوت، وعندنا السبوعه اللي كيدافعوا علينا هما خوتنا، وملي جيت لفرنسا 38 سنه وانا هنا في لافرونس، اول مره في حياتي كنشوف مصوفجه بحالك، اول مره في حياتي كطيحي بالمغرب المغربيات كطيحي ببنات البلاد، كطيحي على من الله شحال من مدابزه وشحال من كوميساريه، وعلم الله شنو عملتي في حياتك انتيايا اللي غادي نقول لك زليق. فوالا اللي غادي نقول لكم عندكم عندكم عندكم، وبالاخص بالاخص ركز عليها، كنتمنى الله سبحانه وتعالى تاخذوها بعين الاعتبار ما بين يوتيوبوز ويوتيوبر، ما بين يوتيوبوز ويوتيوبوز، وحده كيحسب ليها مصاحبه مع وحده عندها قناه بنات، كنتكلم على صحاب القنوات، عندها قناه وكتصاحبي معاها وكتولي تخلي ليها لي اوديو وهي كتخلي لك لي اوديو، وواحد النهار ما شقش ليك تجاوبيها في التليفون ولا ما شقش لك دوي معاها، كتخرج بفيديو وكتقول لك يا اما تسكتي ولا نحط دوك الاوديوات ديالك اللي عندي. شوفوا شوفوا بنادم تالينا شو وصل، الاوديوات اللي انت مسجله واخا تكوني مسجله ليها في الاوديو غير كي بقيتي ياك ما راكي مريضه نجي عندك، كتشد هذاك الاوديو وكتبدا تهددك به عاد، باش الا خليتي ليها اوديو قلتي ليها راجلي تخاصمت معاه البارح، وخليتي ليها اوديو وقلتي ليها فلانه راه واقيلا راجلها مشى عليها ولا فلانه علم الله شنو، هادوك غتشدهم حجه عليك وحياتك كلها غادي تشدك من هنايا على هادوك الاوديوات. ما تبقاوش تخليو الاوديوات، عودوا الهاتف الهاتف، وما تكتروش من الكلام، والكلام في الناس خيب، الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كنتمنى تصليو على النبي في هاد الوقيته، اللي قال اللي كيهضر فخاه بحال كياكل في اللحم ديالو خضار، وعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنقول لكم السلام عليكم، جو فوز امبراس توس اي جو فو ديير بيانتو، ما تنساوش ما تنساوش بمحاليمه بلا بيكم انا لا شيء، جو فوز امبراس اي جو فو ديير بيانتو، السلام عليكم.